السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم جبنا ليكم حريرات تقليديه اللي متعودين عليها من زمان، واللي انا نقدمها لكم اللي فيها كيلو ونص ديال المطيشه اللي طحناها، يعني شويه سلقنا شويه الماء وصفيناها مزيان، حيدنا داك الزريعه والقشور. ضروري خصها تحيد منا، ما تحيدش منا كتجي حيله شويه جخطه. هذا قزبر والمعدنوس، قبطه قزبر قبطه معدنوس وقبطه كرفس اللي شدينا حتى هي، قطعناها صغير رقيقه، وزلافه ديال البصله محكوكه، زلافه ديال الحمص حتى هي اللي كانت شديناها وفزقناها بالليل، يعني مرطبه، وواحد جوج معالق كبار او ثلاثه ديال العدس حتى هو مرطب حتى هو من قبل، يعني من البارح، وزلافه ديال اللحم ومعلقة كبيرة ديال السمن الحار، ومعلقة كبيرة عامرة، ماشي معلقة كبيرة، معلقة صغيرة ونص ديال سكنجبير، معلقة ونص تاني الملحة، معلقة ومعلقة صغيرة ديال البزار، شوية الزيت، شوية خرقوم بلدي. حنا درنا مطيشة هي الأولانية الكوكوت، غنزيدو عليها العدس اللي كان منقي ديجا ومرطب يعني بالليل، كنقيوه يعني ملي تيكون مرطب بالليل ما تيخسرش، اذا درناه هكاك تيخسر تيولي ما تتقفليش عليه ملي كيطيب. وهذا القزبر معدوس اللي صابناه كتصبتو البارح بالليل، وكرافس حتى هو قبطه، يعني كل حاجه منها قبطه قبطه. هذا العدس حتى هو كنا رطبناه بالليل، حتى هو ديجا منقي. البصله اما تنحكها، اما ملي كنكون تنطحن مطيشه كنطحنها كامله وعاد تاخر تنصفيها في الصفاي، يعني كل مره وكيفاش. دابا باش نوريها لكم خصني ضروري ندير كل حاجه وحده. ايوا هذا الحبل حسب كل واحد على قد حاله، المهم داكشي اللي كل واحد يدير اللي بغا، اللي عنده اللي ما عندوش ما يدير شاي، كل واحد صافي. نزيدو الملحه، نزيدو البزار، سكنجبير، خرقوم بلدي، شويه الزيت والسمن الحار حتى هو. هذه الحريره عندنا اللي كنديرو دائما هي هذه، يعني من زمان. هذه معلقه كبيره، معلقه صغيره هي عامره مزيان ديال سكنجبير، هذه شي شويه الزيت، شي بزاف، نص معلقه ونص صغير كبير هكاك صافي. والسمن صافي، نديرو صافي، نديرو عليهم الماء ونديرو نسدو الكوكوس مزيان صافي، ونخليوها تصفر قيم تقريبا ساعة أو ساعة ونص. أنا دايما تنعطي أكتر هي ساعة ونص. هي حيلة شحال ما طابت كتجي المذاق تاعها زوين، من الأحسن صافي. في هاد اللحظات غنزيدو الماء، الماء كنعمر الطنجره وصافي، ما عرفتش يعني بالضبط شحال باش يطرو او لا بغيت يطرو شويه، الله اعلم صافي. كنسدو الطنجره وخليوها طيب. ديجا عندي كنت باش ندور الحريره ملي كطيب ان شاء الله وتسالي، باش كنلقاني درت واحد القريعه فيها طحين والماء، انا نوريها لكم دابا صافي. كنخليوها طيب كيما قلنا لك واحد ساعة ونص صافي. حيت كنبغي ندوروها كندير المطيشة هي الأولى، وكندير الشعرية، حيت الشعرية معناتها هي كطلق هي كتخطر لنا الحريرة، كنديرهم الأولانيين. وكندير القزبر وشوية الكرافس، شوية 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 من القزبر شوية من الكرافس، تنخليه واحد شوية حتى للخر عاد تنقطعوه، ما تجيكوش عندنا في الفريغو باش كيعطي واحد المذاق، يعني في الاخر كيجيك داك المذاق ديال الكرافس وشويه القزبر يكون مسبل صافي. فهاد الله عاد نديرو الطحين، الطحين انا غنوريكم كيفاش درتلو، كتجي ساهله الطريقه. نشد القرعه كندير فيها الماء والطحين وكنخلطها مزيان، شفتو؟ ودغيا كيتخلط حسن من اليد.
صافي كنشدوه حتى هو كنصفيوه باش نحيدو الا كان شي حاجه شي كريكبات وشي حاجه كيتحيدو ما تيبقاوش لينا بينك في الحريره. صافي عاد بدنا ندورو يعني الخليط ما يكونش خاطر يكون شويه ما بينه وبين باش تجي حريره ما كتجيش ثقيله. انا نوريكم كيفاش كيجي الخليط ديالو شفتو الاحسن يكون هكا. صافي كنديرو القياس هنا ما تكبوش خطره واحده كل مره كبو شويه باش ما في اي قدر في اي لحظه تجينا خاطره بزاف. نضرب ندورو ونحبسو شويه ونشوفو مع الغليان عاد تختار. شي حيره بدات تختار هي بشويه علينا صافي نبقاو معاه هكا حتى طيب. صافي هي طابت الحيره تاعنا ملي بدا طيب نحيدو له داك اللي كيتجمع هكا الفوق خصو يتحيد ما يبقاش مجموع تما. صافي نحسو بالشعريه طابت وهي عطوها واحد نص ساعه على الاقل هي تطيب على خاطرها نقص من البوطه وكنخليوها طيب على خاطرها. انا وخا رمضان دورتها بكري حطيتها باش نصورها لكم وتشوفوها وبصحة والراحة وما تنساوش من لايك واشتراك ايوا وشي تعليق يكون زوين ايوا واش راكم مبروكه والله يدخل عليكم بالصحه والهنا وطول العمر ان شاء الله ايوا الله يسهل على الجميع. هاي تزلف اي حاجه ديالنا كيف زليفه كيف جات كنقدمها لكم وكنهديها لجميع المشاهدين ديالي هي وهذوك التمرات وبالصحة والراحة. وبقى ان شاء الله نقدم لكم الجديد ان شاء الله يا ربي. الحريرة كتجي مزيانة وغي جربوها وما غتندموش عليها لانها كتجي داكشي انتم غتشوفوها عن قرب. يلا بسلام عليكم.